مشاهدي قناة الدوري والكأس أينما كنتم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حوار لندن يأتيكم اليوم من الكويت مع شخصية رياضية قد يقول البعض عنها أحيانا إنها مثيرة للجدل. هو يحب القانون وينادي به، يترك ويعود ثم يصرح وينفذ، ورضا الناس غاية لا تدرك. إنه رئيس المجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء فيصل الجزاف. السلام عليك. وعليكم السلام، يا هلا فيكم، حياكم الله. نحن طبعا حوارنا رح يكون عن المشاركة الكويتية في أولمبياد لندن. قبل ذلك، أحوال الرياضة بالكويت مؤخرا، طبعا دائما في أخذ ورد، دائما في هموم وشؤون وشجون. أخبار الرياضة أولا بشكل عام. بداية طبعا أرحب فيك بالكويت وأحيي محطة الدوري والكأس وأحيي مشاهدينا أيضا، وأنا سعيد أن أكون معكم بهذا اللقاء. ومثل ما يعني كلنا نعيش أحيانا أفراح رياضية، أحيانا تمر علينا بعض يعني الظروف التي ربما نتوقف عندها لحل مشكلة معينة. غيوم سوداء تقريبا نقدر نقول، لكن دائما نقول احنا متفائلين في كل امر او كل مشكله لابد يكون لها حل. الوضع الرياضي بالكويت كما يعرف الجميع وضع مثل اي وضع او اي دوله، مر يعني متذبذب احيانا ومرتفع احيانا، وهناك عندنا ما في شكل نتائج. اذا رجعنا التاريخ القديم والتاريخ الحاضر هناك يعني تقدم وفي تراجع في بعض الرياضات وأسبابها مختلفة وكثيرة، لكن احنا بالهيئة العامة للشباب والرياضة دورنا الأساسي أن ندعم جميع الفرق ونحرص على أن تحقق نتائج يعني مرضية للجميع. وإذا نظرنا أيضا إلى ما عشناه خلال الثلاث سنوات الماضية وأربع سنوات الماضية، هو موضوع ما يتعلق في موضوع القوانين الرياضية والنظم الرياضية بالأحرى بما يتوافق مع النظم الدولية، وهذا أمر خذ جدل كبير. شو صار فيه؟ يعني حقيقة توصلنا يعني إلى مرحلة كاد أن يعني نخلص من هذا الموضوع، لكن ما حصل في لتوقف مجلس الأمة، يعني خلينا نقول توقف مؤقتا الآن، لأن تعرف أي مشروع اليوم يمر عبر المؤسسة التشريعية وهو مجلس الأمة. لذلك احنا نطمح ان شاء الله ان يعني الحكومة يعني بكل حقيقة قياداتها هي مهتمة بهذا الشأن، ان ننتهي من هذه المشكلة ونتجاوزها و يعني نستقر على الأقل من ما دار خلال السنوات الماضية. هل يعني توقف مجلس الأمة من شأنه أن يعني يوقف النشاط الرياضي أو التطور اللي مطلوب لكي يستمر؟ لا طبعاً، لا طبعاً، إحنا نقول عن نتكلم عن الجانب التشريعي في الموضوع، لأن ما هو مطلوب هو دور مجلس الأمة في التشريع، سواء بالتعديل وبما هو مقترح، والحكومة قدمت المشروع التعديل وناقشناه في مجلس الأمة، لكن مثل ما قلت لك حصل ما حصل. بس بشكل عام الرياضة ماشية، قاعد عندنا مشاركات في على مستوى الخليجي والعربي والآسيوي في كل الألعاب لم يتوقف، إنما المشكلة الآن في موضوع لندن، أولمبياد لندن. شو يعني شو ناويين يعني تعملوا بالنسبة للمشاركة في لندن؟ رايحين تشاركوا تحت العلم الأولمبي؟ والله إحنا كهيئة قدمنا رأينا الفني، والرأي السياسي هو لدى الحكومة الآن، وأنا أبلغت الحكومة بهذا الأمر. إحنا لسنا مختلفين في المشاركة، لأن بالنهاية هي الاستفادة للاعب، وعندنا يمكن أكثر من خمس أو أربع لعبات راح تشارك، الرماية والسباحة رفع الأثقال، يمكن ألعاب القوة وكرة الطاولة، يعني كلها ألعاب يعني وصلت إلى الأولمبياد، ويهمنا مشاركة اللاعبين كسب يعني الخبرة وجهود يعني مضنية حتى وصلوا إلى هذا الموقع. لكن يبقى القرار السياسي هو لدى الحكومة الآن. أنت شو رأيك؟ أنا يعني لا أستطيع أقول لك لا أريد أن أشارك، ولا أستطيع أقول لك وأريد أن أشارك، بس يبقى الجانب السيادي للدولة
هو مختص الحكومة. هل أنت مع أن تشارك الكويت تحت علم اللجنة؟ أنا طبعاً قلت لك أنا يعني اليوم كمسؤول لما يعني أعطي رأي، أعطي رأي يكون متناسق مع الواقع اللي أمامنا. يعني أنا يهمني اللاعب اليوم يستفيد، يعني يهمني اللاعب اللي يشارك ما في شك، لكن لا أقدر لا أستطيع أن أقرر من أشارك أو لا، لأن هذا أيضاً الأمر يرجع إلى يعني إلى 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 الحكومة. فأنا إحنا بانتظار رد إن شاء الله على يعني قريبا جدا بإذن الله. البوادر شو تتصور يعني؟ هل كتير الحكومة سوف تتوقف عند أمر وتعتبره هذا أمر سيادي يمس بالسيادة الحكومة، أو بيقولوا لكم هذا شأن رياضي تصرفوا الحكومة مثل ما قلت الحكومة حريصة جدا حقيقة، قاعدة تدعم رياضة في كل نواحيها وحريصة أيضا على المشاركة. ربما توافق الحكومة على المشاركة تحت العام الأولمبي، احنا اعطينا راينا بذلك، وربما تقول لك يعني امر يخص سياده الدوله فبالتالي لن نشارك. فحتى الان لا يعني ما في اي مؤشر بالمنع، بل بالعكس هم الحكومه يعني مع وحرصها على المشاركه. شو دور الشخصيات الكويتيه اللي هي قريبه من القرار الدولي الاولمبي بهذا الموضوع؟ والله احنا يعني يعني فينا نسمي إذا بدنا ما في شكل لا نقولها يعني. طبعا نتكلم عن إذا بنقول عن الشيخ أحمد كونه هو الممثل للجنوب الكويتية وعضو في اللجنة الدولية ويعني هذه المناصب الدولية، أنا أعتقد هو كان حريص أن ننتهي من هذه المشكلة، وجلسنا حقيقة يعني لما نظرنا في التعديل لما قبل ما نرفع إلى الحكومة وكان عنده موافقة مبدئية أعطانا إياها. ربما اللجنة الأولمبية نوعا ما متعنتة شوية، لأن احنا اليوم نتكلم عن نظم اللي تحكم تنظيم كل الاتحادات الدولية، يعني الدول كل دولة لها قانونها ولها خصوصيتها بالقوانين، إنما ما تطلع عن إطار ما يتناسب في النظم اللي مرتبطة بهذا الأمر. احنا اليوم لما تكلمنا ومن بداية المشكلة نتكلم عن نظم أساسية، نظم أساسية هي اللي تنظم عمل الاتحادات. وطبعا على مر الاربع سنوات صار هناك طلب من اللجنه الاولمبيه يعني تغيير بعض المواد القانون، وهذا طبعا امر سيادي للدوله وامر يخص ايضا مجلس الامه بموافقته وعدم موافقته، لان هذا جانب تشريعي واعتقد هو صاحب الصلاحيه في ذلك. لكن احنا حاولنا ان نوفق ما بين ما يعني يتعارض او يتوافق، بحيث نؤكد لأن القانون 42 أساسا هو في موجود يعني في أحد المواد يؤكد على احترام المواثيق الأولمبية والدولية في هذا الشأن. فصار هناك خلاف تعرف يعني تفاصيل كثيرة، لكن بالنهاية احنا حاولنا نقلص هذا الخلاف وحاولنا أن نوصل إلى نتيجة، وإن شاء الله أنا متأمل أن يعني نخلص من هالمشكلة حال عودة. هل أنت على الصعيد الشخصي تشعر أنك يعني تتمتع بالدعم الكافي لتواصل مهمتك ويعني تنجزها إذا صح التعبير، أم أيضا يعني مثل ما يمكن صار بالسابق الأمر لا يخلو من عراقيل؟ شوف الإنسان اللي عنده هدف يحققه وماكو شيء يعني يصل تصله بالسهولة. اليوم الوضع الرياضي وضع كبير بلاعبينا بإدارينا بمشاكله بكل شيء، وما في شك أيضا قد تجد ناس هناك لا يرغبون في الإصلاح مثلا، وإحنا ما نشك في أحد، لكن هذا واقع الحياة، واقع الناس، واقع الدنيا، ولا يمكن ترضي أحد. وأنا رجل يعني مؤتمن في هذه المسؤولية، لن أتنازل عن تطبيق القانون مهما كلفني من ثمن، وهذا يعني أخذت هذا يعني الأمر بدعم من القيادة السياسية من صاحب السمو وكل مسؤولين بالدولة أني أطبق القانون، وهذا ما كنت يعني ماشي عليه مرن لأبعد حد ومتشدد في القانون لأبعد حد. لذلك بتمشي هالمعادلة بالرياضة؟ لابد أنها تمشي. والقانون اليوم لما أنا طبقه، القانون ليس أنا من صنع القانون، أنا أطبق قانون دولة في أي مؤسسة من الدولة، والقانون هو العدالة هو الحق، فبالتالي من يعترض هذا شأنه أو لا يوافق هذا الأمر هذا شأنه. لكن أنا متواصل مع كل الرياضيين، وأنا أصلا رياضي وأعرف احتياجات اليوم اللاعب وأعرف يعني متطلبات الرياضة على 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 يعني على في كل محتواها، ولن أتراجع أقول لك في هذا الأمر، لأن هذا هو اللي حقق الهدف.
لأن اليوم منظومة رياضية ما هي فقط لعب، يعني هي داخلة فيها استثمار، داخلة فيها أمور إدارية كثيرة، داخلة أمور مالية قانونية، وهي تحت فيها عضوية أيضا. لا تنسى أيضا عندنا مشاكل كثيرة كانت في عضوية الأندية، وإحنا الآن بصدد عندنا دراسات لإعادة بعض الأنظمة وتعديلها وتطويرها، لأن أيضا تخصيصها، وهذا مشروع قاعد نشتغل عليه في لجنة مشكلة. عندنا موضوع الاحتراف الكلي، وعندنا قضايا كثيرة حقيقة يعني تمس مباشرة في تطوير الرياضة. يعني لا يجب أن نقف عند يعني لوائح وأنظمة قد تكون غير مجدية في مرحلة معينة. بالعودة للموضوع الأولمبي يعني وربطه باللي عم تقوله حضرتك الآن، أحياناً يعني كنا نقول إنه الفيفا صارمة جداً ولا تراعي ربما خصوصية بعض الدول. اليوم اللجنة الأولمبية كأن أيضاً عم تحاول أن تطبق ما ينادي به الفيفا ويطبقه دون مراعاة خصوصية ما عند بعض الدول. كيف حل هاي المعادلة؟ وهل يعني خلص إذا لجنة أولمبية أو جمعية عمومية انتخبت لجنة أولمبية أو مجلس إدارة ما أو اتحاد ما، خلص يعني يستمد شرعيته من اللجنة الأولمبية الدولية؟ كيف يعني الأمر بالنسبة للفيفا؟ وأين يعني سيادة هذه الدول، خاصة دول الخليج ودول المنطقة التي تتمتع يعني بمجددة الخصوصية ما؟ أنا يعني من خلال خبرتي في الفترة الماضية ومن بداية المشكلة ولقاءاتنا مع مسؤولين في اللجنة الدولية، يعني حقيقة شعرنا أنه هناك تدخل، ما في شك، وكأنما هناك يعني يريدون فرض أمور لا تتماشى لا مع سياد الدولة ولا مع قوانين الدولة. والكويت منذ تأسيس الرياضة الكويتية لم تخالف المواثيق الأولمبية بتاتاً، بل بالعكس يعني الديمقراطية موجودة في الانتخابات في الأندية وفي الاتحادات والحرية، والحكومة أيضا هي اللي قاعدة تشرف عليها من خلال أنها هي تصرف على الرياضة بشكل عام. فما يجب أن تلغي الحكومة دورها في عدم الرقابة وعدم يعني من نواحي مالية أو إدارية. وأيضا هناك يعني قضية أخرى، أنه إحنا ما احنا عارفين وين التعارض. كان في سؤال مطروح يعني سؤال من المهتمين في شأن الرياضة وغيره، احنا مع تسهيل الامور مع ما متطلبات اللجنة الدولية كميثاق، والميثاق يعني الكويت وقع عليه من 1967 لم تخالف يعني اي بند من بنود الاتفاقية الدولية بكل يعني ما تحمله من متطلبات. ولكن ما تغير او ما حصل، انا اعتبره تدخل يعني غير عادي وفرض أمور يعني غير مقبولة. هنا أنت تمثل الرياضة أم تمثل السياسة أو الحكومة أو السيادة؟ أنا أمثل الحكومة ومثل الرياضة كوني مسؤول عن الرياضة، فبالتالي لازم يكون لي رأي واضح، وهذا الأمر قلته يعني أمام الجميع. نحن مع أي أمر ما يخلف المعادلة، وبنفس الوقت نحافظ على أساس الدولة. يعني هناك يمكن دول لا يوجد لها قوانين ولكن موجودة وتشاهم وتشارك في المشاركات الرياضية. هناك نظم أساسية هي اللي تتعامل معها، وإذا نظرنا في واقع كل منظمات دولية اليوم ارتباطها في الدول في 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 أنظمة، يعني على سبيل المثال اليوم منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية لا يوجد فيها قانون، فيها نظام أساسي يحكم هذا التعامل مع كل الدول الأعضاء. لذلك ما ينطبق على هذه المؤسسات اللي هي أكبر مؤسسات تعتبر ينطبق على باقي. دعنا يعني نضرب مثال ربما بسيط ويعني قد يعني يكون قريب من المشاهدين، اعتبارا انه هناك انتخابات رياضية اقليمية او دولية ما، هناك جسم مسؤول رياضي يمثل لجنة اولمبية او اتحاد ما او ربما اتحاد رماية اتحاد سباحة، اي هناك انتخابات وهناك صوت يجب ان تعطيه الكويت او رئيس الاتحاد الكويتي للعبة الفلانية الى يعني طرف مرشح نعم. طيب هنا هل تعطى الاستقلاليه للاتحاد نفسه لكي يرشح، ام هناك مثلا مصالح دوله الدوله يجب ان تمون وتطلب من رئيس الاتحاد ان يرشح فلان؟ يعني واضحه الصوره، يعني احنا ما نتدخل في اي انتخابات او لاي ترشيحات او لاي دعم.
احنا دائما ننظر انه المرشح العربي ايا كان موقعه هو يعني يعتبر بالنسبه لنا كخليجيين او كدول عربيه، وهذا يعني معروف ليس من الان، من تاريخ قديم، يعني انه اي مرشح اليوم ينزل في اي انتخابات اقليميه ودوليه وتتبقى عليه الاطراف كلها، فهذا يعني يفرحنا ويسعدنا حتى لو كان مرشح اجنبي. واحيانا قد يكون مرشح اجنبي الى رؤيه يعني او شخصيه معروفه رياضيه او شخصيه يعني متفق عليها الجميع، احنا ما نتدخل في هذا الامر. هي يعني لا نتدخل في الانتخابات، هي قضيه يعني تدخلنا هذا غير صحيح، ان ما قيل احنا نتدخل، احنا نشرف ونتابع. وهذا ايضا ما تاكد عليه المحكمه في احد الاحكام، انه الهيئه هي المسؤوله عن المتابعه والاشراف والتواجد والرقابه. ولكن احيانا كهيئه او كحكومه او كجهه رسميه ياتيكم طلب من دوله شقيقه، صحيح، دولة نعم، نعم، صديقه، نعم صحيح، لكم مصالح معها ماديه اقتصاديه يتم أحيانا سياسيه، يتم أحيانا يطلبون ذلك منكم ان ترشحوا فلان، يعني هل تلتزمون او هل تلبون هذا الطموح وتطلبون من الممثل الكويتي ترشيح؟ وهل يحدث هذا ام لا يحدث؟ حدث لا حدث، ويعني الناس او الاتحادات بعضها قاموا بهذا الامر، يعني ياتينا طلب من دول مثلا لها علاقه مع الكويت وتطلب من تزكيه مرشحهم او دعم مرشحهم، هذا ما يعني ما يمنع ذلك، احنا نبلغ الاتحاد المعني في هذا الامر. هل على الاتحاد المعني ان يلتزم بما تطلبوه منه ام له الحريه؟ التزام يعني ما اقدر اقول لك فرض، انما احنا نوجه يعني من خلال الطلب اللي اتانا من الدوله واللي ترغب بدعم مرشحها، انما ما نفرض عليه فرض حقيقه، قد يرون هم شخص اخر مناسب لي. انما وهنا اين تاتي مصلحه الكويت؟ اذا كانت مصلحه يعني الكويت ان تزكي فلان، صحيح، يجب ان على الناس الالتزام، لان احنا لسنا في موقع الحدث ولا نعرف مثلا من هو المرشح، ما هو يعني اهميته بالنسبه حق يعني يتقلد هذا المنصب. لكن انا اعتقد ما جانا في فترات سابقه يعني انا التزموا في الاخوان في بعض الاتحادات او ما هو طلب من بعض الدول، الاخوان ايضا يعني خذوا في هذا الامر. ربما تحدث امور اخرى خارج عن نطاقنا، احنا ما نتدخل يعني بالنهايه، ما راح نتدخل نقول او يعني نعترض على هذا الامر. طيب بالعوده الى ايضا يعني المشاركه الاولمبيه، اين تصنفون نفسكم على الصعيد الاولمبي على الاقل بين دول الخليج وليس يعني على مستوى الدول العربيه؟ هل يعني انتم سوف تسعون لتحقيق الميداليه الثانيه في تاريخكم؟ انتم عندكم ميداليه اولمبيه وحيده، شو هي الخطط اللي عم تعملوها لحتى تحققوا الميداليه الثانيه؟ وهل هناك صناعه ما، دعم ما للاعبين لكي ربما يحققوا نتائج؟ يعني نقدر نقول التاريخ الكويت الرياضي يعني على مستوى الاسيوي والعربي وحتى الدولي نتائجه معروفه ومشهود لها على مر الفترات الماضيه. الان احنا نتكلم عن الرياضة، يعني تغير مفهومها أكثر من ما احنا كنا نفكر فيه. اليوم الاحتراف هو أساس، صناعة بطل يعني جانب أساسي، دعم موهبة من المواهب، هذا أيضا أمر مهم، وهذا ما نعمل عليه الآن حقيقة. وعندنا مشروع اسمه مشروع البطل الأولمبي، يعني نشتغل عليه الآن. توقعاتنا نعتقد نعمل إن شاء الله، يعني عندنا في بعض المسابقات اللي يعني إن شاء الله إذا تمت موافقة وتمت المشاركة نعتقد يعني في امل ان نحقق شيء، وحققنا كثير حقيقه، يعني بالرمايه حققنا، بالسباحه حققنا، لكن على مستوى الان الدوره الاولمبيه نامل ان شاء الله ان يكون لنا، ان لم نحقق ميداليه بس على الاقل يكون لنا ترتيب مناسب. واحنا دعمنا الحقيقه كل اللاعبين اللي لهم مشاركه من فتره يعني بمبلغ مالي واستعدادات. يعني شو صار بالمناسبه بحفل التكريم اللي كنت واعد انه تقيمه للرياضيين المتميزين؟ راح يتم ان شاء الله غريبا ان شاء الله، قاعدين نرتب الان باذن الله. يعني ف يهمنا ان اللاعب يعني هو كل اللي يتم من عمل اداري فني مالي ينصب على اللاعب اللي هو راح نحقق، يعني ننظر له انه يحقق نتيجه للكويت ورفع اسم بلده، وايضا ان يكسب خبره كبيره في مشاركته في هذا في هذه المناسبه. هل نحن امام، يعني انت تحدثت من شوي انه يعني نحن
تقريبا ما في رفض من الحكومة والمشاركة يعني بنسبة كبيرة واردة، ولكن هل نحن أيضا لازلنا أمام خيار عدم المشاركة؟ لا أعرف حتى الآن، لا أعرف، قلت لك هو خيار مطروح، يعني خيار يعني تملكها الدولة في 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 قرارها. أنا أعطينا رأينا، يعني رأي الفني أهمية المشاركة، وأيضا ما يتعلق في الجانب الثاني هو رأي الحكومة. يعني لا أستطيع أنا أقول لك إني راح نشارك أو لا نشارك. أنا أتمنى نشارك بالرغم من يعني الظرف هذا، لكن بالنهاية يرجع القرار للحكومة. مشاركة المرأة الكويتية في في الألعاب المقبلة في حال كانت هناك مشاركة، يعني نشوف أيضا كل دول الخليج ولكن أيضا الكويت بشكل خاص كان أيضا عم تدعم مشاركة المرأة في الرياضة. الرياضة النسائية يمكن تعلم أو لا، يعني بدأت من السبعينات في بطولة في لعبات السلة والطائرة، وشاركوا في كثير من يعني المسابقات في ذاك الوقت، والآن بعد يعني سنوات طويلة هناك نادي، وتأسسوا بعد هذا النادي نادي الفتاة، بعد تم تأسيس 3 أندية نسائية، ولنا مشاركات أيضا في اتحادات أخرى مثل الرماية، عندنا بطلات وأبطال أو بطلات بالأحرى في لعبات أخرى مختلفة، تنس الطاولة وفي تنس الأرضي وفي بعض اللعبات حقيقة. عموما الميدالية الأولمبية الوحيدة كانت في الرماية. بالضبط، فلذلك النشاط النسائي ليس بمستوى اللي احنا نطمح له أكيد يعني، لكن على الأقل في نشاط واضح، في مشاركات مختلفة، وفي أندية، وإن شاء الله الأندية هاي راح تكبر في المستقبل. يعني ليه بعدنا ما شفنا بالكويت تطور الرياضة من ناحية عالم الأعمال والاقتصاد إذا صح التعبير؟ يعني ليش ما بنشوف ضخ مالي في الرياضة الكويتية مثل من الشركات الخاصة؟ ليه ما بنشوف دعم القطاع الخاص للرياضة على عكس يعني اللي متعارف عليه أنه الدعم الحكومي للرياضة؟ الجهة التسويقية ليش ما عم تسوق الرياضة بالشكل المطلوب في الكويت؟ دائما نقول المستثمر او السبونسر يحتاج شيء شجعه عشان يعني يدعم، وعشان يحتاج برودكت. بالضبط، في تسويق بس مو تسويق اللي احنا ننشده او اللي يعني على مفهوم شامل، انما مرتبط بالعلاقات الشخصيه، مرتبط في مناسبه معينه، مرتبط في بطل معين مثلا دعمه، هذه يعني محدوديه هذا الدعم من القطاع الخاص، لكن قاعد يساهم ما في شك، يعني له مساهمات كثيرة على مستوى الألعاب الفردية أو لأبطال لألعاب فردية أو حتى في مشاركات الألعاب جماعية. والاستثمار عندنا بالكويت يقع تحت ظل القانون، يعني حتى الأندية اليوم تحتاج أن يكون فيها استثمار يعني جاذب للشركات أو للداعمين لهذا الأمر، والقانون حقيقة أعطى المساحات داخل النادي إذا جينا للاستثمار من جانب قانوني، ولكن الدعم الخاص اللي يأتي من مؤسسات خاصة هذا موجود، وبنفس الوقت المستثمر أو الداعم يحتاج أيضا أن يكون هناك يعني عنده هو هذا الذي نعاني منه، الدعم بالعلاقات الشخصية وهذا أمر مزعج حقيقة. والقطاع الخاص أيضا اليوم أعطيك مثال، اول بالثمانينات والسبعينات كان الاعلان يعني يحط اعلان يمكن 4 متر في الملعب كان يدفع مثلا 50 دينار او 40,000، اليوم الاعلان يعني وصل الى رقم ضئيل جدا، والناس يعني مثل ما يقولون سووا تنزيلات على الاعلان، ادفع تعال حط اعلانك. ايضا الشركات تغير ايضا نظرتها لهذا الجانب من يعني من فترات يعني خلينا نقول ليست بعيدة، يمكن لأنه الهم السياسي أو الهم الاقتصادي بالبلد والاجتماعي صار أكبر، وبالتالي صرف النظر عن الاهتمامات بالشأن الرياضي. هذا جانب مهم، الوضع أيضا مؤثر أحيانا يكون غير جاذب للمستثمر أو للجالي، لذلك الناس أيضا ملت هنقولي ملت، حتى الناس اللي كانوا يدعمون أول وهم ليسوا بالرياضة أو ليس لهم مصلحة بالرياضة يدعم دعم شخصي، هذه أيضا الناس راحت انحسرت، فأصبحت اليوم صار الدعم هو شخصي. يعني اليوم أنا عندي علاقة مع الشركة الفلانية أو عندي علاقة مع الشركة العلانية، أنا يعني بعلاقاتي الشخصية ممكن
تدعم المناسبة هذه أو تدعم اللاعب هذا. هذا الحقيقة. وإذا لم أعد أنا موجود في مركز ما أو منصب ما الدعم لن يأتي لأني أنا خارج المنصب. وهنا بالحقيقة قاعدين نشجع يعني قاعد نحاول من خلال الشركات من خلال يعني إن نحثهم على دعم الرياضة بشكل عام يعني الأندية أو الألعاب أو الأبطال اللي قد يعني الدعم ما يكفي لتحقيق أمر معين كنتائج. فنحاول في هذا المجال أن يكون بس لابد أن يكون هناك أيضا في جانب تنافسي مهم جدا يعني أيضا إحنا أنديتنا ليست كلها يعني تجلب المستثمر أو اللي يدعم لعبة أو يدعم فريق معين. وإحنا نتمنى حقيقة هاي دعوة قلناها أكثر مرة يعني ندعم الشركات والطاقات ما أقول لها ما لهم مساهمات لكن ليس كما هو يعني هنقول موقع طموح لنا. اللواء فيصل الجزاف أنا بدي أشكرك لاستضافتك لنا لقناة الدوري والكأس في الكويت في مكتبكم ونتمنى لكم التوفيق أولا في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في حال شاركتم أو لم تشاركوا ولكن يجب أن نحيي هؤلاء الرياضيين اللي تعبوا ليوصلوا إلى يعني مستوى أن يشاركوا في هذه الألعاب الرياضية ونتمنى التوفيق بشكل عام للرياضة الكويتية. شاكر لك جدا وشاكر يعني محطتكم اللي مهتمة بالشأن الرياضي الكويتي لأن أيضا نعرف يعني أنكم مهتمين في هذا الأمر رجبنا. لأن والمحطة بشكل عام بدون مجاملة محطة متنوعة مهتمة متواجدة وأنا ما شاهدت اليوم حقيقة تفاجأت يعني من هذا الاهتمام وأشكركم جدا ونتمنى أيضا إحنا نساهم في المجال الرياضي على مستوى المنطقة وإن كان لنا مشاركات أخرى على مستوى الشباب الرياضي في دول المنطقة وبرامج كثيرة للناس مركزة دائما على الرياضة لكن في المقابل في ما يتعلق في جانب الشباب هو أيضا جزء مهم. وفيت ووفيت ونحن إن شاء الله يعني بنوعدك إنه يعني نفكر جديا بمسألة هذه يعني الاهتمام أكثر من ناحية الشبابية ومن ناحية الاجتماعية لأنه هي مرتبطة بشكل أو بآخر خاصة بالرياضة مش بعيدة عن الرياضة. خاصة حقيقة دولة قطر يعني أنا يعني دائما نلتقي لما في اجتماعاتنا مع الوزراء الرياضة مع دكتور كواري يعني عنده حقيقة من وزير الثقافة كان له دور كبير في موضوع الشباب وما قام فيه هناك في قطر حقيقة هذا هو أيضا جزء مهم في الموضوع. فأتمنى القائمين على المحطة والمسؤولين أن يعطون جزء مهم لبرامج الشباب وما يعني تستر من غارات كثيرة في مجلس وزراء الشباب الخليجي والعربي من برامج حقيقة تحتاج أيضا إبرازها في الجانب الإعلامي. شكرا مجددا للواء فيصل الجزاف شكرا لهذه الاستضافة. مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج حوار لندن على أمل اللقاء في مناسبات أخرى ضيوف آخرين ودائما عن دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في أمان الله.